سؤال صعب صعب جدا. لا هقول لك اسألهم عن العملات. على العملات. طيب والسؤال هو ما هي عملة هولندا قبل اليورو؟ لا ما هو ما ينفعش حد يقول كده يعني، اللي عارف يرفع ايده. اجابتك الجلدة. برافو عليك وهتاخد موبايل. على طول موبايل. ما عندناش تفاهم. اتفضل 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 تعالى 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 على طول. بتتشرف والله. ينفع يجوا عندنا كده وما على فكره احنا زي ما بيقولوا وير امبروفايزنج، احنا بنستحضر الاسئله دلوقتي اون ذا سبوت. طيب سؤال انا بحبه. من كان قائد الجيش المصري في حرب اكتوبر 1973؟ قصدك لا يعني قصدك القائد يعني يعني عسكريا هو الفيلد مارشال يعني وزير وزير الدفاع يعني. ما حدش الاجابه واضحه وصريحه. ما هو ما لا اللي هيرفع ايده نقول ما حدش سمع حاجه. اجابه خاطئه. اتفضل. المشير احمد اسماعيل. المشير احمد اسماعيل طبعا. اجابه صحيحه. موبايل. يلا ادي موبايل المشير احمد اسماعيل القائد العظيم. اللي بكده كان لازم اطلع منها من المدرسه عشان صاحبه المدرسه الدكتور امير اسماعيل بنت المشير احمد اسماعيل. طب معلش طب اقعد اقعد عشان الناس تسمع. يا جماعه سبحان الله اللي كل شيء نصيب. طبعا علي اسمك علي. علي لبيب. علي قال لي انا كان لازم اعرف الاجابه ليه؟ قال لي عشان انا مديره المدرسه هي بنت المشير احمد اسماعيل. فده كان سؤال بص راميه بغير رمي بس برافو. انت عارف في ناس كتيره مش عارفه طبعاً. اسمه كان قائد عظيم ومحترم كان خرج من الجيش وبعد كده السادات الله يرحمه رجعه تاني عشان حرب اكتوبر. اخر سؤال بقى. اخر سؤال. اخر سؤال والسؤال اللي جاي ده سؤال صعب. من هو أول نقيب للموسيقيين في مصر؟ يعني هل يخفى القمر كوكب الشرق؟ كانت أول واحدة ينتخبوها نقيبة للموسيقيين في مصر هي جابر صبيحة. تعال بيكون ده كان شغل قوي والله العظيم. عشان اتكلم على حضرتك عارف له هتدي الموبايل لتيتا ولا هتخليه لا دلوقتي. انا سعيده بكل الطلبه والطالبات اللي معانا، سعيده بجمهورنا كمان اللي معارفه واسعة جدا، فخوره بيكم كمان، سعيده بتجربه برنامج العباقره اللي بيتعرض وبيضرب 10 عصافير بحجر واحد مع الكاتب عصام يوسف.